94.9. على وقع أنغام أبو بكر والآنسي وأيوب والحارثي وفيصل ومحمد سعد وكلمات المحضار والإرياني ونعمان والقمندان وشرف الدين وغيرهم آخرين كثر يتمايل أهل اليمن. يحاول محمد الفرار من خطابات السياسة والتشدد التي مل من تكرارها في سنوات الحرب والصراع عبر الأثير. طبعا من قبل كان لدينا من إذاعة إلى إذاعة فقط ومحصورتين أما حكومية أو دينية وفي أوقات محصورة يعني إلى أوقات محددة في الليل وتنقطع البث عنها. أما الآن لدينا أكثر من 20 قناة منها الفنية لأوقات طويلة منها الطربية منها الغنائية منها الدينية طبعا ممتعة وتخليك تستغني عن الكاسيت وعن التيب هذا. أخير فن عريق من شعب أصيل. تتغنى هذه الإذاعة المحلية بفن بلدها العريق عبر ترددها لا تشدد ولا كراهية تذكر، محاولات من القائمين عليها في بث السعادة بالنغم والحفاظ على تراث اليمن الفني من الاندثار دون الالتفاف للكثير من العقبات. في توجه كان توجه أساسي للإذاعة، توجه مش بس الإذاعة، المجموعة كاملة اللي أسستها. لو لاحظت في فترة من الفترات وصلنا لنا في المجتمع اليمني إلى ما يسمى بعقدة الأجنبي، فأصبح في عدم اعتزاز كبير بأصالتنا، فهذا مع الجيل الجديد كان لابد من إعادة إحيائه سواء في الفن أو في مجالات أخرى. فهذه من ضمن الاستراتيجيات اللي عملتها أنا في المجموعة ومنها الإذاعة. أي عقبات عراقيل خصوصا في رجع الصدى؟ جماعة كانوا أو أفراد؟ يقول لك طبعا أنت في حالة حرب، في حالة عدوان، كيف أنت تغني؟ فهي جت أساسا من أفراد مش من جهات رسمية صراحة. وطبعا في اليمن في يعني نوع ما من اختلاط ما بين الأفراد والجماعات الرسمية، ولكن كان ردنا بكل بساطة أنه الغناء هو يعتبر جزء من المقاومة. طائرات بتحوم، الناس بيكسفوا وانجاس بتغني. فالغناء مش عبارة عن لا مبالاة، لا هو تعبير عن وارقة، تعبير راقي، وفي نفس الوقت مش بالضرورة اللي بيسمع الأغنية هذه انه ما بيكترثش بالواقع، لا، بس انه عايش، انه ما زلت انت حي، ما زلت انت عايش. فكان بالنسبة لنا اولا جهد كبير ان احنا نستمر في عدم وجود الديزل، الكهرباء، المشاكل الأمنية منتظرين في أي لحظة، وحصل ضرب للموقع لكن استمرينا في الأخير الأعمار بيد الله. التراث اليمني معروف عليه أنه غني جدا بما يمتلكه من الأغاني القديمة والأغاني التي انتشرت على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام، ولكن نحن في رغم هذا الوضع الذي نحن فيه وهذا ظلينا صامدين وظلينا نقدم للمستمع ما يخرج من الوضع الذي هو فيه. أصوات للسلام تنشدها إذاعات حالمة وتنثرها عبر أثيرها علها تداوي الجراح. محاولة لإطراب كل هؤلاء بعد أن ضاقت سبل العيش أمام أغلب أهل هذا البلد وباتت أخبار الحرب والصراع والتعصب تملأ فضاءهم. لليوم على الحرة من صنعاء، عمر الورفي.